السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة، كل عام وأنتم بخير، واتمنى أنكم إن شاء الله اللي محققش حلمه في السنة دي يكون ليه بصمة في تحقيق حلمه العام القادم. اتمنى كل المخترعين يكون أهدافهم بتتحقق ويوصلوا اللي هم يتمنوه، لكن طبعا بالتخطيط والإعداد والموضوع ما بيجيش بالحظ. مفيش حاجة اسمها حظ للمخترع، في حاجة اسمها خطة ومجهود وعمل جاد وسهر وتعب وتحدي وحاجات كتيرة جدا احنا بنقابلها عشان نوصل لأهدافنا. وأتمنى أوصل رسالة للناس اللي هي متشائمة ويقولوا العام ده كان في كورونا، كان في مشاكل، ده عام سلبي، كلام كتير للأسف موجود على السوشيال ميديا بيتكلم العام 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 كأن العام هو السبب. أنا بالنسبة لي السنة اللي احنا فيها، لا دي آخر فترة بعد كورونا، دي أفضل سنة في حياتي، بجد في حياتي حققت فيها مجموعة من الأهداف. امتى حققت الأهداف دي؟ بعد ما جاء موضوع كورونا، ولو تفتكروا عملت لكم فيديو اتكلمت فيها على ان موضوع كورونا هيعمل تغيير بالكامل، هيحصل تغيرات، هيحصل حاجات، لازم يكون عندك مرونة، لازم تجرب. كان عندي مرونة وجربت، ومرة الموضوع ما جاش معايا، حاولت تاني، حاولت تالت، اتعلمت، خدت خطوات ايجابية تاني. تجرب وترجع وتجرب تاني، وعايز توصل لهدفك في النهاية بتوصل لأهدافك. الموضوع ولا هو بسهولة ولا هو بيجي حظ، المرونة والإصرار على النجاح بتوصل، يعني بتوصل. عشان كده هديكوا جزء صغير كده، باجي كل آخر سنة أبدأ أعمل تقييم لنفسي. محدش هيعمل لك تقييم، محدش هيقول لك أنت والله كويس أو أنت وحش، محدش هيقول لك أنت مستواك كويس جدا ولا مستواك وحش. خلي بالك اللي انت لما بتنجح بتقابلك الناس يقولك يا ده انت ممتاز جدا، لكن انت تقييمك لنفسك ايه؟ اصلا ممكن تبقى كويس وممتاز وناجح بالنسبة للناس، بس انت تقييمك ايه عن نفسك؟ انا في الغالب ما بقاش راضي على مستوايا، انا عندي اهداف اكبر، مش مهم الناس تعرفها، لكن يكفي اللي انا عارفها وكاتبها في ورق وعارف كل خطة ماشية ازاي. خلي بالك من الخطة اللي انت بتكتبها والاهداف اللي انت بتبدأ عايز توصل لها، والله لما بتجتهد وتشتغل عليها بتوصل اكتر مما تتمنى. كتير من الورق اللي انا كتبه والاهداف اللي انا كنت عايز اعملها كانت بعيدة المدى. وجودي في المكان اللي انا فيه دلوقتي والمقر بتاعي اللي انا فيه دلوقتي كان مجرد حلم بعيد المدى، اللي انا يبقى عندي مكان بموجود فيه اقدر اخترع فيه، اقدر يبقى عندي ادوات اشتغل بيها، ده كان بالنسبة لي حلم بعيد المدى. لكن مع الخطة والاهداف وخطوة ورا خطوة خطوة ورا خطوة لحد ما وصلت للحلم بقى حقيقة. بعد كده هل اقول الحمد لله وخلاص؟ لا، الحمد لله وفي عمل. ما هو لو الحمد لله وقعدنا يبقى مش هنشتغل ومش هنوصل لحاجة. الحمد لله على كل شيء، لكن برضو ربنا محتاج مننا اللي احنا نشتغل ونستمر ونتطور. فزي ما انا بشتغل وبطور في اختراعاتي وافكاري بطور طبعا من نفسي، وزي ما وصلت للهدف او للحلم اللي كان بالنسبة لي حلم بدأت افكر في اكتر من كده واطور من نفسي عشان اوصل لاعلى من كده. ما انت عمرك ما هتوصل للخطوة الكبرى غير لما تبقى امكانياتك توصلك للخطوة دي. فهي خطوات واهداف مكتوبة وبحقق منها وابدأ اقول الحمد لله خلصت دي، اخش على الخطوة اللي بعدها، اخش على الخطوة اللي بعدها، حتى الحمد لله السنة دي دخلت بأهداف جديدة خالص ما كانتش عندي او يمكن ما كانتش من اهتماماتي، لكن مع المرونة وتغيير الخطط بتاعتي علشان موضوع كورونا غيرت الخطة اكيد، لان موضوع كورونا اثر على العمل وعلى الاهداف اللي انا كنت حاططها خلاص. لكن المرونة بتخليني اتجه اتجاه وهو في نفس اتجاهي برضو في موضوع الاختراعات والابتكارات، لكن التحول حصل معايا وانا استمريت وطورت من نفسي. والحمد لله زي ما اقول لكم السنة دي افضل سنة بالنسبة لي في تحقيق بعض الاهداف والحاجات، ممكن نقول كانت بالنسبة لي أحلام برضو زي موضوع المكتب، والحمد لله قدرت أوصل لها. ده مش مجرد كلام شعارات بس، إن شاء الله هقول لكم التفاصيل دي هتعرفوها بعدين. هو ما كانش النجاح
بالكلام، لا ده النجاح كان بمجهود. اتغير فيا حاجات كتير ومريت بتحديات كتير عشان اقدر اوصل لاحد اهدافي او لخططي اللي انا كنت عايز اعملها عشان اوصل لها. كانت تحديات كبيرة جدا. اتمنى انك تكتب اهدافك وتقيم نفسك الاول، زي ما بنقول احنا بنعرف المرض عشان نقدر نحط له علاج. قيم نفسك علشان تعرف تحط لنفسك اهداف. بسألك انت اهدافك ايه؟ فانت هتقولي انا نفسي اوصل لكذا، لكن انت عارف انت مستواك او تقدر نوزعك في انهي مكان في النقطة دي، نحطك فين في على الخريطة بتاعت الناجحين. ده اكتر واحد يعرفه هو انت. فلازم انت تقيم نفسك الاول عشان تعرف تعالج نفسك وتحط العلاج وتحط الاهداف اللي فعلا توصلك لهدف اكبر. اتمنى يكون الفيديو بسيط كده ووصل لكم رسالة انك انت تكتب وتخطط وهتوصل باذن الله. مفيش حد كان عنده هدف وكتبه ومشى بخطوات ثابتة الا ما وصل. فعلا كان في معلومة دكتور بيقولها او دكتورة بتقولها، بيقول لو انت تعلمت كل يوم معلومة واحدة هتيجي في السنة تتعلم 360 معلومة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.